اوكي، فاحنا وقفنا المره اللي فاتت عن الليفلز المختلفه اللي ممكن ادرس بيها جينوم، سواء ماشي ماسك عدسه او ماشي حرف حرف، او ماشي جين جين، او ماشي منطقه منطقه، او ماشي على الجينوم كله وما ابعد من الجينوم. كل اللي شبهه يبقى بان جينومكس، كل اللي ساكنين معاه يبقى ميتا جينومكس. فواي وي سيكونس جينومز اللي ختمنا بيها المره اللي فاتت دي شويه ابلكيشنز. السيكونسينج ريفولوشن حصلت طبعا على كذا مرحله. اول مرحله طبعا يعني بدايه البيرث بتاع السيكونسينج زي ما بتسمعوا، هو واتسون وكريك في الاخر، اللي هم عرفوا اصلا ان الدي ان اي ده دبل هيليكس بناء على طبعا اكس راي داتا من روزاليند فرانكلين ومن معمل تاني. بس هم في الاخر برضو لهم فضل في الموديل بغض النظر عن سلوكهم واخلاقهم اللي هو مش شرط تكون جيده، لكن محدش يقدر ينكر فضلهم العلمي. بعدها ب 25 سنه مثلا في واحد اسمه لروي هود، لي هود اللي هو ما اعرفش طبعا دلوقتي اراضيه فين، بس هو كان في ولايه اسمها واشنطن ستيت واسس معهد سيستمز بيولوجي. ده اللي عمل السيكونسنج، يعني طور السيكونسنج من الشكل اللي كان بيتعمل في معامل و على جيلز ونقعد نقراها على زي زمان كده ما كانوا يحمضوا الكاميرا والافلام ويقعدوا يصوروا، عملها اوتوميتد. فالاوتوميشن دي سرعت الدنيا، بس ما زالت كانت لو ريزولوشن سيكونسنج، سوري لو ثروبوت سيكونسنج، يعني كان بيمشي على يعني حرف حرف ويقرا وكل مره يدخل عينه لوحدها، عشان كده بيسموها لو ثروبوت يعني. وحتى الان بنعمل السيكونسنج ده ليه طريقتين طبعا، ماكسيم جيلبرت وسانجر، بس هي الاشهر سانجر. دي السانجر دي الكيمستري يعني اللي اخترع التكنيك نفسه، انما الاوتوميشن حصلت في اواخر السبعينات وما بقاش ليها تفعيل حقيقي غير في التسعينات يمكن. ان انا ابعت لشركه شويه دي ان ايه، ببعت له انبوبه، ببعت له 5 انابيب، ببعت له 10 انابيب وبيحاسبني بالانبوبه. المستوى الاعلى من كده هو ان انا اعمل سيكونسنج بقى مئات القطع الدي ان ايه مع بعض، اللي هو اللي سموه نيكست جينيريشن وقتها، وقت ما طلع او هاي ثروبوت سيكونسنج. تمام. فانا مش عايز اخش في تكنيكس خالص عشان الوقت، بس هقول لكم استراتيجيز. الاستراتيجيز ابتدت ان هم كانوا بياخدوا الجينوم يقطعوه حتت كبيره قوي، وبعدين يقطعوه حتت اصغر، ولقوها مش فيزبل ابدا. ودي كان اسمها توب داون ابروتش، انا كاتبه يعني هو اقدم بس انا كاتبه تاني واحد في سلايدز لانه بيعتمد على الاولين. التوب داون ابروتش معناه انا ببتدي من حته كبيره قوي، كتاب كبير عايز اقراه اللي هو الجينوم، وبقطعه لشابترز، احط كل واحد في يعني ارتفيشال كروموزوم بيسموهم باكس او ياكس. باكس يعني بكتيريا ارتفيشال كروموزومز، وياكس يعني ييست ارتفيشال كروموزومز، اهي باك كلون لايبرري. فهم في الاول كانوا بيقطعوه كبير جدا ويخزنوه، وبعدين كل قطعه من دول جايه من باك، من اللارج فراجمنتس دول اللي هم دول، اقطعها تاني from each back واكسرها بالصغير هنا، يعني هنا بالالوان، هو ده زي ده. سموه يعني سموا اول جزء ده top down approach، لاني بقطع كبير للصغير وبعدين الصغير للاصغر. الحته دي بقى نفسها سموها shotgun، اللي هي التكنيك اللي جه بعد كده كريج فينتر وقال انا مش محتاج خالص الخطوه الاولانيه دي. الخطوه الاولانيه كانت مهمه قوي في الهيومن جينوم بروجكت، عشان الهيومن جينوم كبير جدا، 300 مليون حرف ولا كام، 3 بليون حرف، لازم كلهم اعمل لهم ريدنج واقدر ارجعهم تاني بالاوردر واركبهم. فكان صعب جدا لان ناس عمرها ما عملت اي جينوم، فهم كانوا متخيلين ان هي دي الطريقه الوحيده، وهي فعلا كانت الطريقه الوحيده. كريج فينتر جه بعدها بكام سنه قال لا انا ممكن بس اخد الدي ان اي ده وما اعديش على الخطوه دي، ما اعديش على مرحله الارتفيشال كروموزومز، واكسره على طول واعمل سيكونسنج وجمعوا كله تاني. هو في الحقيقه كان برضو هي واز شيتنج، كان بيغش يعني، لانه هو في الاخر اعتمد على ان هم كانوا اوريدي ابتدوا بالقطع الكبيره، فلما كان بيتوه في حته مش عارف يحطها فين في البازل كان بيبقى عارف ان في قطعه كبيره ليها في المشروع التاني. لكن اللي كريج فينتر عمله هو الابروتش ده، ده فينتر هو اول واحد طبقه، ما اعرفش مين اللي اخترعه ككيمستري او يعني كاستراتيجي، بس فينتر اول واحد طبقه وسبق الناس بتوع اللي ماشيين تاتا تاتا طبعا، لانه اعتمد على التقدم اللي هم حققوه. فده اللي بيتسمى الشوت جان ابروتش، مباشره باخد الجينوم ايا كان حجمه حتى لو هيومن واكسره كله واقراهم حتت صغيره صغيره، وبرده برجع اجمعهم عن طريق الاوفرلابس دي اللي هي احيانا ممكن تبقى بتدوخ لو فيها ريبيتس كتير. جميل كده.
انا هوقف الفيديو بتاعي عشان ما تقلش الفيديو النهائي اللي هبعته لكم، هكمل بس على الباوربوينت. يبقى انا عندي شوت جان ابروتش، ان انا بكسر الدي ان اي حتت، وده كان سهل جدا في الفيروس، سهل جدا في البكتيريا، تشالنجينج جدا في الهيومنز. والتوب داون ابروتش اللي هو اقدم من الشوت جان ابروتش، ولكنه يعني بيستخدم خطوه منه وهي شوت جان. وده خلاص ما بقاش حد يستعمله خالص، احنا انتهى، لان احنا وصلنا لكل ده كان بيتعمل بالسانجر تكنولوجي على فكره، كان بياخدوا كل قطعه من دول يعملوا لها سيكونسينج على حده، لغايه لما لقوا ان ده مستحيل ومكلف جدا وملايين الدولارات، فبدات تظهر ما يسمى بالهاي ثروبوت ابروتشز، ودي مرت بكذا مرحله. اشهرها في الاول كان روتش. روتش قبل ما تبتدي خالص هو اللي عمل التكنيك ده، حتى انا قلت لكم مش هخش في التكنيكس وبرضه دخلت شويه. عمل شركه اسمها 454، شركه صغيره كده، كان واحد اسمه مصطفى روناجي من اصل ايراني. طبعا كالعاده الشركه بتشتريها شركه اكبر، روش اشتريتها وبعدين روش وقفت، يعني لغايه دلوقتي هتلاقوا داتا من 454 سيستم، وكان حلو جدا في الاول بس خلاص ما بقاش مجدي ماديا، لان الاثنين دول مكسرين. دول الاثنين دول هم ستيت اوف ذا ارت، الشركتين دول الومينا وايون تورنت، بيستخدموا كيمستريز مختلفه بس في الاخر بيوصلوا انهم بيقطعوا الدي ان اي حتت اصغر كتير. زمان احنا كنا بنقطع الدي ان اي 800 او يعني 800 نيوكليوتايد عشان نعرف نقراه، بس بالطريقه البطيئه القديمه اللي هي بنسميها لو ثروبوت او سانجر سيكونس. ال 454 اول واحد ابتدى الهاي ثروبوت، انه بيحمل قطع دي ان اي كتير على بيدز او على يعني بيحطهم بطريقه ما في ان بارلل، فهو عشان كده اسمه هاي ثروبوت. يعني النكست جنريشن سيكونسينج يتسم بانه هاي ثروبوت وباراليلايزد، يعني بعمل سيكونسنج لكذا حاجه مع بعض، عشان كده بيوفر وقت وفلوس. طبعا هو اغلى بكتير من السانجر على مستوى الران، لان في السانجر ممكن اعمل الرياكشن الواحد ب $10 مثلا، بس الرياكشن بيساوي جين، ولو جريت اقصى حاجه جريها مثلا 90 مع بعض جين، يعني عملت لي او 96 يعني في طبق 96 جين في $10 وات ايفر 9600. الران بتاع الهاي ثروبوت ممكن يبقى مثلا اول ما ابتدى كان ممكن يبقى ب $10,000، بس كان بيعمل ملايين قطع دي ان اي مع بعض، منها تكرارات يعني منها كذا نسخه من نفس القطعه، بس منها برضو حاجات متراكبه، فكان ممكن يخلص الجينوم بحاجات صغيره، يعني جينوم البكتيريا والفيروس ان وان ران، الجينوم الهيومن ياخد له كده من بدل من 10 سنين بقى نوصل لاسابيع وشهور، يعني شهور واسابيع، وبعدين بقى السيكونسنج كله بيتعمل في يومين. فهما الشركتين دول اللي ما زلتوا هتسمعوا عنهم، واي حد شاف جهاز سيكونسنج هيشوف الومينا. دول ابتدوا عملوا اجهزه، يعني ابتدوا بتكنولوجي الاول اسمها مش فاكر، انا متلخبط، سوليكسا او سوليد، واحده من الاثنين، وبعدين برضو اشتروا الشركه دي وطوروها. المهم اللاين اللي ماشي دلوقتي بينتهي بكلمه اس اي كيو سيكونسنج، يعني فهم عملوا جهاز اسمه هاي سيك، هاي اتش اي يعني عالي الثروبوت، بيعمل كميات كبيره قوي بس غالي قوي. بعدين عملوا الميني بتاعه وسموه ماي سيك، وبعد كده ابتدوا يمشوا في اتجاهين انه يكبر الهاي ويقلل تكلفته شويه، فعملوا حاجه ضخمه جدا اسمها نوفا سيك اعلى من الهاي سيك، وحاجه اسمها نكست سيك وشالوا الهاي. فدلوقتي النوفا سيك ده اعلى حاجه في الكميه وفي السعر، يعني كميه السيكونسنج اللي تمشي مع بعض، في نكست سيك وفي ماي سيك اللي هو الموست بوبولار، ده اللي هو زي يعني ايه زي الكمبيوتر ستاندرد كده اللي عند كل الناس في المكاتب. والاي سيك بقى بالاي يعني ده اللي هو زي اللابتوب كده، هو طبعا مش قد اللابتوب، هو قد مكنه التصوير، والحمد لله احنا هيبقى عندنا في الكليه جهاز منهم بعد طول كفاح، يعني هيوصل. نفس الحكايه بقى شركه ايون تورنت مشيت فيها، فعملوا برضو لكل واحد من الميني من الماي سيك والهاي سيك والكلام ده، اتعمل له منافس. بعدين ظهر التكنولوجيز الثانيه بقى خالص، مش عايز اخش فيها يعني، بس دلوقتي الاثنين دول بيعملوا شورت ريدز اقصر من 500 كمان، يعني ممكن يطلع لك القرايه 125 مثلا بيس بير، which is very small بس كتير قوي. يعني لما تعمل يعني هو نظريته ايه، اقرا لك مليون سيكونس طول كل واحده 125 احسن ما اقرا لك 1000 طول كل واحده 1000، فاهمين؟ 1000 في 1000 مليون، انما مليون في 125 125 مليون، وبنفس التكلفه تقريبا. فهو ده التطوير اللي عملوه الهاي ثروبوت، عشان كده سموهم نكست جنريشن، وما زالوا بيسموهم نكست جنريشن، وهو اسم انا بعتبره غير يعني ممكن يكون يعني موضه وكده، بس انا ما بحبش الكلمه لانها خاليه من المعنى، يعني بعد 10 سنين مش هيبقى ليها اي معنى،
النكست دي بتدل على المستقبل، مستقبل الماضي، انما هاي ثروبوت بتدل على الوصف بتاعه. ايون تورنت زي ما قلت لكم عمل كذا، انا مش فاكر بصراحه اسامي السيريز بتاعته. الاثنين موجودين في مصر، مثلا في معهد الاورام هتلاقوا في ايون تورنت وفي ماي سيك في مستشفى 57، لسه شايف النهارده عندهم ماي سيك ونكست سيك. في معامل كليات كتير عندها الماي سيك او مراكز البحوث. برضو الايون تورنت بوبولار قوي في مصر. الايون تورنت تكلفته اقل حاجه بسيطه، بس الايرور ريت برضو فيه ممكن يبقى اعلى شويه. ده بس اكزامبل من ال 454 اللي هي التكنولوجي اللي بتلتها، مش عايز اخش في تفاصيلها، اللي عايز يشوفها غالبا لسه موجوده على يوتيوب يعني، او في شركه روش مع انها وقفوها زي ما بقول لكم. بس هي الفكره كلها ان انا بحط على بيدز حته الدي ان ايه اللي انا عايز اعملها سيكونسنج، وفي بوليميريز انزيم يعمل لها امبليفيكيشن. فانا حليت مشكله الكلونينج اللي كانت بتتعمل زمان قوي، بدل ما اعمل كلونينج في بكتيريا عشان اكتر الدي ان ايه اعرف اقراه بسهوله، يعني كان انا بصور كذا نسخه من حاجه عشان اعرف يعني اتاكد منها 100% اديها لكذا واحد يقراها ويتاكدوا منها، بدل ما بنسخ كل ده في كلون بنسخه في ثانيه على بيد نانو تكنولوجي، وكل بيد بسقطها في ده يعني في بير كده حفره على قدها بالظبط، بحيث ما يحصلش كروس كونتامينيشن. يعني كل دايره من دول هتديني نفس السيكونس بالظبط، اي جي سي تي 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 جي سي اي اي وهكذا. ده فكرته باختصار يعني، مش مهم التكنولوجيز هفوتها، حتى هشيلها لكم من الباوربوينت اللي هي من البي دي اف اللي هديه لكم، عشان يعني بس نبقى مركزين على المينينج. طيب جميل جدا. تاني الجينومكس يعني ايه؟ يعني عندي حته دي ان ايه بعمل منها كذا نسخه، سواء بعمل منها كذا نسخه بكذا طريقه بقى، سواء بكلونينج، سواء ان انا اخد البكتيريا اسيبها تتكاثر واخد منها مزرعه مستعمره كده واعمل كل النسخ دول ايدنتيكال. دي فكره الجينومكس، كلهم جايين من الاصل، يا اما بعمل لهم بي سي ار امبليفيكيشن، اي طريقه تعملهم امبليفيكيشن. جميل. ومن دول بقطع على حتت صغيره، بس كلهم جايين اجزاء من نفس الجينوم، فلو لقيت حتتين زي بعض بالظبط هم جايين من نفس الجينوم، سواء الجينوم يعني من نفس الكائن في الاخر، سواء من النسخه دي او من النسخه دي، هي نفس الحته بالظبط. فاقراها تاني وتالت، كل ما اقرا اكتر ده معناه دبث اكتر، كفرج اكتر، ثقه اكتر في النتيجه، وفلوس اكتر. الميتا جينومكس بقى حاجه تفوق الخيال بالنسبه لانسان سنه 2005، يعني مش بتكلم على 500 سنه قدام، لا من 15 سنه بس. دي كانت فكره مجنونه، واللي عملوها كانوا ناس فعلا مغامرين. وهاي يعني مثلا اول واحد عملها كانت في الفيروس، لان الفيروس ما اقدرش اعرف هويه الفيروس غير لما اعمله سيكونسين كله. عشان اعرف هويه البكتيريا كفايه اعرف الريبوزوم جين بتاعها، انما الفيروس ملوش حل. فهم الناس بتوع الفيروس كانوا بيجيبوا ميه كده من الارض، ميه او طين او اي حاجه، ويعملوا على طول سيكونسنج لكل الدي ان ايه فيها بما ان الفيروس صغير. فانا سالت، انا فاكر في سنه 2005 انا بالصدفه يعني كنت في مؤتمر بكتيريوفيجس كان في فلوريدا، وسالت الراجل اللي اسمه فورست رور اللي هو كان شغال مع واحد من لجنه المناقشه بتاعتي او لجنه الاشراف اسمه روبرت ادواردز اللي هو بعد كده بقى المشرف عليا في البوست دوك. فقالوا لي على الكلام ده، وما كانوش ما كانش ليه اسم يعني، قالوا لي احنا بنعمل كلتشر اندبندنت سيكونسنج. فقلت لهم لا ده مش فاهم، يعني انت بتجيب شويه دي ان ايه كده تعمل لكذا كائن مع بعض، طب بتعرفهم ازاي؟ قالوا لي بالكمبيوتر، ووروني الرسمه البسيطه دي اللي هي كل الناس بتستعملها، ان ده جينوم لونه اسود وده جينوم لونه اسود، يعني الاثنين جايين من بكتيريا معينه، ده جينوم لونه whatever تركواز، ده جاي من بكتيريا ثالثه، والاحمر والبرتقاني جايين من بكتيريا رابعه وخمسه وهكذا. الاثنين دول طبعا ده رسمه رمزيه جدا، معناها ان البكتيريا دي اكتر في الوسط ده. ايه بقى الانفايرمنت ده؟ اي حاجه بقى، بق بني ادم، ستول، رمله، ميه، زي ما قلت لكم دكتور ايمن بما انه هنا معانا دكتور ايمن بيشتغل على الميتاجينوم بتاع الديزرت دلوقتي. رمله، تخيلوا رمله، ممكن تلاقي في الرمله دي دي ان ايه، والدي ان ايه ده جاي من كائنات ممكن تبقى عايشه او ميته بقى، فانت هتعرف لما تقراها يعني لما تقرا الدي ان ايه. فده تكنولوجي بتاعت الميتاجينومكس، واكيد انتوا سمعتوا عنها سواء من الدكتور ايمن او الدكتور محمد عبد الحليم في الكورسات الثانيه. اعمل سيكونس، زمان كان ده مستحيل، زي ما قلت لكم كان يفوق خيال انسان القرن اللي فات، وانسان 2005 كان بالعافيه ممكن يفهمه. دلوقتي في 2020 بقى تريفيال، اللي هو يعني اي طفل صغير ممكن يعني معذره في التعبير بس يبعتوا له شركه، في شركه اسمها يوبايوم بتبعت للناس انبوبه يتفوا فيها كده ويبعتوا هذه السلايفا يعني، ويعملوا لهم اناليسز الاورال مايكروبيوم بتاعهم.
دي البكتيريا واي كائنات يعني موجوده على اللسان او في السلايف، او يطلعوا الدي ان ايه بتاعهم هم شخصيا ويعرفوا مثلا وات ايفر، يقول له انت جدك مثلا كان من باكستان ودي شركه تانية اسمها 23 اند مي، وجدك التاني كان مش عارف من الدنمارك وحاجات كده. فايه التكنولوجي دي بالظبط؟ زي ما برضو بنقول انا كاني بالظبط بعمل زي الناس المنقبين عن الاثار، بيلاقي حته من حفريه، هو ما عندوش اللكجري انه يقراها كلها، هو ده اللي عارف يقراه وده يعني بيبوس ايده وشه ظهر انه لقى جزء متصل بيقرا فيه باللغه اللي هو بقى معتبر بقى لغه الحيثيين، لغه المصريين القدماء الهيروغليفي، ان ده الملك ما اعرفش اسمه لان راسه طايره، بس هو ملك وراكب مركبه عسكريه ومش عارف عمل ايه، ودي مش عارف حاجات التحنيط الخ يعني. جميل. طب لما اشوف حاجه زي كده دي من سكرولز مكتوب فيها بلغه ما مش هعرف اقرا، يعني هستنى اما الاقي نسخه تانية فيها الحته دي، هستنى اما الاقي نسخه ثالثه فيها. هي دي فكره بالظبط الجينومكس، ان انا عايز نسخ متماثله. الميتاجينومكس اصعب بكتير، لان يعني انا عايز كان مكتبه مثلا دخل فيها بالدوزر ولا وقعت عليها طياره واتفتفتت كانها بقت شريدد، بعدين تقول لي طلع لي منها كتاب. يعني هو ده الميتاجينومكس، ان دي مكتبه من الكائنات عايز اطلع كل واحد على حد، على الاقل اعرف مين هناك، من هم وماذا يفعلون، او هم ما كانوش يعني اللي بيفعلوه ده بيترجم لبروتين وميتابولايتس، لكن ماذا بمقدرهم ان يفعلوا، يعني بمقدورهم ان يفعلوا، الجينات اللي عندهم تقدر تخليهم يطيروا، تقدر يخليهم يكسروا جلوكوز ولا بس يكسروا الفركتوز وما يعرفوش يكسروا جلوكوز، او ليهم الاختيار بين الاثنين وهكذا. الميتاجينومكس اعلى مستوى من الجينومكس، بمعنى ايه؟ مش بس عايز اعرف كل كتاب فيه ايه، انا عايز اعرف كم نسخه من تيل اوف تو سيتيز اللي هو احد هذه الكتب، ناس كتير منكم درسوه قصه يعني، وكم نسخه من بقيه الكتب، او حتى لو مش هقدر اعرف كم نسخه بالتقريب اقدر اعرف ان المكتبه دي كان فيها ثلاث مرات تيل اوف تو سيتيز قد مثلا مره من مثلا دائره المعارف البريطانيه، علما بان دائره المعارف البريطانيه اكبر بكتير في الحجم. فانا مش يعني انا ممكن التكنيك ده اجمع شويه قصائص من الورق يقرا لي، يعني الاقي فيه صفحات من 90% من كتاب تيل اوف تو سيتيز، وهلاقي ان كل الصفحات تقريبا اللي بلاقيها ايدنتيكال متكرره ثلاث مرات، فانا عرفت ان في منها ثلاث نسخ، مقابل مره واحده بلاقي اجزاء من الموسوعه البريطانيه او دائره المعارف البريطانيه، وبما انها اكبر بكتير ممكن ما اجيبش حتى نصها، يعني ممكن اي كان كفر 90% ده اللي اسمه كفرج، في نفس الريدنج نفس السيكونسنج اند فيري راندوملي انا قدرت اعمل كفرج 90% من كتاب اسمه تيل اوف تو سيتيز و 50% بس من دائره المعارف البريطانيه. ليه؟ لان انا ما اقدرش معيش لا فلوس ولا قدرات كيميائيه ان انا اعمل سيكونسنج لكل حرف في المكتبه دي، فباخد سامبل. هي دي الميتاجينومكس، لقيت كومه دي ان ايه مستخلصه من مثلا ميه النيل او من نقطه من ميه الحنفيه اللي عندي في البيت، فقريت دي ان ايه لقيت كل 10 مرات بلاقي نسخه من بكتيريا اسمها ايرومونس مثلا، دي بكتيريا موجوده في الهواء شبه سودومونس، وكل 500 مره بلاقي نسخه من بكتيريا اسمها مايكوباكتيريوم بس مش تبركلوز مايكو. طب المايكوباكتيريوم دي معروف الجينوم بتاعها كبير قوي، انا اول ما عرفت هي ايه عن طريق المقارنه بالحروف عرفت ان دي جايه من جينوم كبير، بينما الايرومونس جينوم متوسط، بينما ممكن الاقي مايكوبلازم، انا عارف اوريدي احجام الجينومز من المعلومات السابقه اللي في الداتابيز، فعلى اساسها اقدر احدد بدقه الريشيو بين هذه الكائنات بس على الريشيو بتاع الدي ان اي بتاعها، مع الاخذ في الاعتبار ان احجامها مختلفه اقدر اعرف ان معظم ميه الحنفيه دي فيها بكتيريا جاي يعني غير مضره، وان معظمها ايرومونس وفيها شويه مايكوباكتيريا من النوع اللي بيعيش في السويل، لان في طبعا اكيد تراب ملوث للميه دي، لكن ما لقيتش ولا سالمونيلا ولا فيبريو ولا مش عارف، لو لقيت سالمونيلا او ايكولاي اصوت لان ده معناه ان في كونتامينيشن زي ما اكيد انتوا عارفين انتوا بتوع مايكروبيولوجي. جميل. مما يزيد من التعقيد بقى خطوه كمان، يعني انا ماشي في التعقيد درجات، انا ابتديت الاول بالجينوم اللي هو كتاب واحد او مخطوطه واحده عايز اقراها وانا عندي اقصائص، فكل ما الاقي نسخه بتملى لي الاقصائص دي وتزود لي كفرج، لمستوى اعلى من التعقيد ان انا عايز اقرا كذا كائن مع بعض او كذا كتاب مع بعض كذا جينوم اللي هو اسمه ميتاجينومكس. كمان بقى يا سلام بقى لو احد هذه الكتب زي فعلا تيل اوف تو سيتيز اللي هو بيبتدي بحته ات واز ذا بيست اوف تايمز ات واز ذا ورست اوف تايمز ات واز ذا ايج اوف ويزدم، كتاب مليء بالريبيتس وفي جينومز كتير مليئه بالريبيتس، الدي ان اي بتاعها في تكرارات، احنا كبني ادمين عندنا ريبيتس كتير قوي اسمها الاي ال يو ريبيتس، البكتيريا عشان ممكن يبقى عندها اجزاء فيها حاجات اسمها ترانسبوزون اللي هو الجامبنج جين، احيانا بينسخ نفسه واحيانا بيقفز من حته لحته،
لو قفز مش مشكلة، هو عمال يتحرك وخلاص، انما لو نسخ نفسه هتلاقي 50 حتة في نفس الجينوم فيهم زي كلمة it was. طب ايه المشكلة في دي؟ تخيل انت، دي كنت اكزرسايز يعني كان نفسي نعمله سوا، ان انا بديكوا جرايد ونقطعها، انا بقطعها لكم يعني، وارمي شويه في الزباله كايرور يعني، شويه نقطه كانك بتنقط شويه دي ان ايه، وشويه منهم لزقوا في البايبات، وبقول لك جمع لي بقى القصه دي، او جمع لي جورنال الاهرام بتاع الاسبوع اللي فات، او المصري اليوم، او مش عارف ايه. انت سهل قوي تعرف انه الاهرام او المصري اليوم لو لقيت اللوجو، لكن صعب قوي تعرف كل حاجه مكتوبه، بالذات لو فيها تكرار. يعني انت لو لقيت الحته دي it was the e و it was the e، حتى لو لقيت كل الكلمه ذا ايبوك، هعرف هي بتاعت البليف ولا الانكريديبيليتي؟ لا مش هعرف. لو لقيت القطعه دي، القصقصه دي، بس مش هعرف دي تنتمي للجزء ده ولا لا. وممكن الاقيها اقول لا دي نسختين من نفس الجين، وهو في الحقيقه تو ريبيتد جينز. لازم يبقى حظك حلو وتلاقي الحته دي. عشان كده انا ما رضيتش اقول لكم بقيه التكنولوجيز عشان الوقت، وفي نفس الوقت لو انا بقى عندي تكنولوجي تقدر تقرا كتير قوي، يا سلام. يعني قلت لكم كل التكنولوجيز ما بتزيد في التقدم ويقل سعرها كل ما بتديني قرايات اقل. زمان كنت بقرا 1000 حرف بس بتكنولوجي ضعيفه يعني غاليه وبطيئه، بعد كده بقيت اقدر اقرا 500 اسرع شويه واقل سعرا. حاليا ممكن نقرا 200 حرف بس كميات كبيره جدا. دي حاجه جميله ما عدا في الحالات اللي زي دي، حالات الريبيتس مضطر تختار تكنولوجي تكون بتقرا لونج ريدز. ومعظم الحاجات اللي بتقرا رونج ريدز للاسف فيها ايرور ريت عالي. يعني انا هقرا وي هاد، هقراها وي هاز مثلا، الجهاز مش دقيق، وي هاد بس انا ما عنديش مشكله. ليه؟ هستعمل هايبريد ابروتش، هقرا الكتاب بسرعه بتكنولوجي بتقرا شورت ريدز، وفي الحتت المعقربه اللي زي دي هحتاج بس اللونج ريد كجايدنس. عارف لما تكون عندك بازل 10000 حته وكم حته ناقصه، وتجيب الصوره المزغلله بتاعه البازل اللي هي اللونج، يعني الصوره كامله بس مزغلله فيها ايرورز، بس هتساعدك برضو تعرف الشجره دي مكانها هنا، الحرف ده مكانه هنا. فهي دي باختصار جدا فكره السيكونسنج، وهنكمل طبعا بعد البريك. فالتكنولوجي في النص دقيقه اللي فاضلين، التكنولوجيز الجديده اللي هي بقى بيسموها ثيرد جينيريشن يعني سيكونسنج، شركه اسمها باك بايو، باسيفيك بايو ساينسز، باك بايو تكنولوجي، وفي شركه ثانيه اسمها اوكسفورد نانوبور بتعمل تكنولوجيز اسمها مينيون وجريديون ومش عارف ايه، زي فكره برضه ماي سيك واي سيك. دول بيعملوا لونج ريدز بس less accurate. فانا لو جمعت الطويل الاقل accuracy بالقصير اللي اكثر accuracy، هقدر اعرف الـ complete truth.